هذا بشرح تفصيلي عن مفردات الفصل الأول. نانا يحكي عن decision making نفس اللي حكيناه، بس اللي حكيناه بشكل مختصر. يحكي على استراتيجية المشروع وشون شنو الفرق بين يعني أو شنو الكور فاليو والميشن الاستقرارية، يعني المهمة مال هذه المنظمة المشروع مالتك، القيم الأساسية اللي يهتم بتقديم هذا المشروع المنتج الخدمة اللي تريد تقدمها. زين بعدها ينتقل عن يهمني من هذا الموضوع، هذا كلها معلومات عندك الكونتريبيوشن اوتسورسينج الانالايز عن التحليل سبيشال اوردر، يعني عندي انا يهمني هذه كلها حكي عام تقرار الاطلاع. شوف هذا الملف الوورد تشوفونه هو واي يعني 14 صفحه، بدك تطلع عليه تقرا، مو تقرا يعني اقرا كمعلومه، اقرا مثل القصه يعني، ما مطلوب من عندك ما يجيك حفظ، ترى ماكو شيء تعريف وما ادري شو، ماكو شيء تقرا حتى تفتهم منين مرات. شوف صيغه الاسئله، صيغه السؤال ثلاثة اسطر اربع اسطر، شيء يجيك السؤال يقول لك انا عندي شركه بيها، هاي الشركه اخذت بج عندها ميزانيه كذا، سوت منتج كذا، هاي المفردات عندها كور فاليو كذا، ربما تجيها من تجي بها ارقام، انت اذا ما تعرف شنو معنى هاي المفرده راح تبقى السؤال اذا ما جاي لك جايب لك يا نص المحاضره راح تبقى يعني تواجه مشكله بس تفهم السؤال، في حين انت اذا فاهم السؤال الاجابه راح تكون تلقائيه بديهيه جدا، ما يطول بيدك 10 دقائق 5 دقائق بالزايد، بس عمليه جمع وكسر طرح وما ادري شنو، كل شيء ما عندك وقسم كل شيء ما عندك، بس تكون فاهم المفرد القيد مثل شلون قلنا بالمحاسبه، من تكون فاهم القيد المحاسبي يغنيك عن كل شيء بعد، ما كل شيء ما يدوخ بي بالحل. واضح شباب؟ واضح؟ اي واضح حسن. اي استاذ واضح. انا يعني اتمنى انا يعني ما اعرف طلابنا طلاب المرحله الثانيه انا عندهم تفاعل، يعني عندي طلاب المرحله الاولى خلي اعطيكم هاي المعلومه، يعني انا عندي بالزوم دي يدخلون من مجموع 60 او اكثر شوي، دي يدخلون 44 45 طالب ونقاش يصير داخل المهم، عارف يعني ربما صايمين وتعبانين، والله يساعدكم ان شاء الله انه يتقبل رب العالمين مالكم. نروح راسا على ال أستاذ قولي نبأ المحاضرة الأولى هي تبترمان بس مجرد معلومات عامة، يعني ما بيها شيء يعني؟ أي بس معلومات عامة، أنا قلت لك المقارنة بس بين الفاينانشال والمانجيريا تفتهمين شنو اللي ذني يعني الستور الستوريج إن المشروع هاي البلانينج الدايركتينج الكنترولينج شلون يشتغل شنو المقصود به، يعني هاي الأمور تقريها للاطلاع فهم تفهمين المفردات، لان هاي المفردات راح تشوفيها بالسؤال التطبيقي، فمن المهم تفهميها. واضح؟ تمام استاذ. موجود بالملف الوورد اللي قبل شوي الان عرضته، موجود ويا المحاضره ايضا بالمودل ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. هسه هذه المحاضره الثانيه اللي موجوده بالمودل نبأ نبأ وعبد الله ومنو قبل شوية أيضا حكي الشباب شباب شباب يعني أنا بشكل عام بعد يعني يا ريت بعد المحاضرة ولا كل محاضرة بس اللي يشاركون ما كل عنده سؤال استفسار يصير مناقشة بس يدز لي على التليجرام يريد على جروب، ها ما عندنا احنا جروب، يريد يذهب خاص عن طريق الممثل تجمعنا اسماء فقط او تجمع لي اسماء المشاركين هاي غير اللي يدخلون للمحاضره، هذا ايضا راح تنحسب طبعا في درجات اضافيه اخرى لمن يشارك في هذه المحاضره. شوف هنا هنا يحكي ايضا هاي المحاضره هنا أنا شويه راح ندخل شوي ما راح ندخل بالعمق كلش. أنا يحكي عن بيئة الأعمال. هي الصورة واضحة من المحاضرة 53 سلايد لو شلون؟ شلون عبد الله؟ المحاضرة 53 سلايد لو أنا دا أشوفها تختلف.
هذه إيه هاي 53 هاي سرعة تنشرح نعني هاي هسه راح تنشرح يعني هسه راح نشرحها كاملة لو شلون إيه ورم الزوم راح يخلص في 5 دقائق 6 دقائق فتدخل على نفس اليوزر نيم والباسورد تمام استاذ يعني ما يصير تنتهي هسه يعني هي ترى كلها معلومات عامة بسيطة لا تشوفوها واحد انتم تباعون زين اسألكم وهذا يعني انتم تباعون سلايد بثلاث جمل يعني يعتبر هذا سلايد تعتبر من ضمن 53 سلايد جهني السلايدات سهلة وتجمعها كلها تخليها ملفهم تبقى لك ثلاث صفحات أربعة ترى إذا جمعتها تحط من الرقم ما تعبت بالعكس احنا اي فبدوخكم كثرة السلايدات بالعكس الموضوع ما تقولون هيك ترى كل شيء بسيط انا راح اتولى شرح ان شاء الله الاغلب اللي تشوفون عنده مشكله ايضا تقدر اسوي لكم عليها محاضره اي شيء تشوفون فيه مشكله وتحتاجون شرح نقدر نسوي زوم وميتنج باي وقت تقدر شوف هذا هو بابط النقطه عزيزي حبيبي فعندك 3 تايب اوف كومباني يعني هنا نقسم الشركات في بيئه العمل الى 3 انواع اللي هي شركات خدميه مؤسسات خدميه يعني هذا الطبيب المحامي دولة جماعة الصيانة هاي كلها مؤسسات خدمية ما بيها لا إنتاج لا بيع لا شراء ما بيها خزن أوكي تقدم خدمات المؤسسات الصحية تقدم خدمات هاي كلها أوكي الميرشندري ميرشندسيوس مو اللي هي بس ما أعرف صوتك كل ده يقطع يمي والصوره واقفه تقريبا ما اعرف يعني الطلاب نفس الشيء لو واضح ما اعرف شو النت مالتي اي يعني ما نات النت احنا نشوف انت خدمه النت احنا انا ادري بيخرج ضعيف يعني الله يساعدكم لكن انا ليش اختارت الوقت يمكن لان هذا يمكن اقل وقت ممكن يصير بي يعني لود على النت لا مع هذا يعني المفرده الثانيه المؤسسات التجاريه هذا عمليه فقط بيع وشراء يشتري من المصنع يشتري يستورد ويبيع يعني اللي هي اغلب يعني الان الشركات الان تعمل بهذا المجال العمل التجاري المانيفاكتشرز اللي هي المؤسسات الانتاجيه عمليات تصنيع يعني اللي يصنع صاحب معمل ابو معمل بسكويت معمل مال ينتج لحوم يعني ينتج معلبات معمل ينتج احذيه وهكذا يعني يقسم هنا أنا ينطي أمثلة أستاذ بس من رخصتك قولي أستاذ المحاضرة اللي تسجلها حتنزلها بعدين طبعا طبعا كلها تنزل على المودل أستاذ أفضل لأنه إحنا ما نقدر نسجلها لأنه يعتبرها مكالمة فيقول ما يتنزل لا هذا كله دي يسجل داخل المحاضرة المحاضرة قاعد تسجل صوت وصورة بشكل راح تنزل على المودل مثل ما كنت تسوي سابقا لكن الفرق انه هنا لقاء اوكي اوكي شكرا ده عندنا سيرفيس كومباني يحكي عليها يقول يطلع عليها امثله شنو هذه تقدم خدمات فقط تقدم خدمات هذه يقول حتى ما عنده عمليه خزن يعني واحده من الملاحظات عمليه المؤسسات التجاريه الشركات التجاريه هذه شركات تهتم بتجارة الأشياء، تجارة المنتجات والبضاعات وحتى الخدمات. أوكي؟ شركات بسيطة هذه وأمثلة مثل أمازون، عندك المانيفاكتشرز هنا أنا يقول لك الإكزامبل إنه أنا عندي شركة تصنع شركة دول الكمبيوتر، كرافتسمان للتولز يعني شركة أدوات هاي مال عدد اليدوية. هنا أنا شوف هنا أنا يعني شوي راح يمكن بالمانجر او كان ماي ما راح نطلق الى المانيفاكتشرز وباي امثلتنا راح تكون بها مانيفاكتشر عمل التصنيع بها منتج بها مواد خام بها ورك ان بروسيس فينيش جوز منتج نهائي الورك ان بروسيس يعني ما هو تحت العمل لم ينجز بعد هو داخل بين الماتيريال وبين اي عامل لكن بعد ما طالع الانتاج بشكل نهائي اوكي الفاليو تشين هذا سيركل يعني هذا المخطط تفهمه يعني شلون يتم الفاليو تشين اوكي الفاليو تشين وشلون الاكتيفيتيز تقسم النشاطات في المؤسسه
تقسيم النشاطات في المؤسسة وأهميتها للمؤسسة ولتحقيق أهداف المؤسسة أو المشروع اللي أنت تشتغل. هنا أنا يصنف عملية تصنيف للبورت للكلف في مفهوم الفاليو تشين وسلسلة القيمة، سلسلة التوريد أو مو سلسلة عفوا مو سبلاي تشين، فاليو تشين سلسلة القيمة، كيف إنه نسوي تصنيف للكلف يعني لأجزاء مشروعنا للخدمات للمواد الخام لأيدي العامل، شلون نصنفها نصنف الكلف مالتها راح يجينا بعدها. عفوا استاذ بس رجع الصورة مثل ما كانت، لأنه هسه تطلع كلش كبيرة لأنه صار التكبير عليها فدا تطلع نصها. أنا الصورة عندي نفسها يعني ما يعني قصدي أصغر هاي شيء. اي لانه دا يطلع نص السلايد، نص الاخير من السلايد ما دا يطلع البدايه. ما ادري ليش عندي دا تطلع هيك، بس درين سوي زوم اوت ويرجع الصوره طبيعيه. أوكي. من يمين ومن يمين الاستاذ؟ اي من يمك كانما دا زغرين صوره. اوكي بس انا واصل ما لعبت فيها على مود تصير هيك فعبالي من يمين الاستاذ. مشكله ما مشكله انا هسه راح انقطع راح ننهي المحاضرة ودخلوا عليها نفس اليوزر نيم والباسورد لنكمل. وصلنا للسلايد رقم 6 أو 7. أوكي شباب، بس خلي أول مرة خلي أخذ صورة للمشاركين الجدد. أوكي شباب، ننهي هذا اللقاء ونفوت مرة أخرى.